الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع ناظره الصومالي حمزة عبد بري خلال زيارته لمصر عددا من الملفات المشتركة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشو، مضيفا أن تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يعد أحد أهم أولويات مصر، وهو ما ينعكس في زيارة رسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية. اتهم رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في قطاع غزة من أجل بقائه السياسي، داعيا إلى عزل إسرائيل لوضع حد للهمجية المدعومة من بعض الدول الغربية على حد تعبيره. وقال سونكو خلال تجمع حاشد ضم المئات دعما للفلسطينيين في المسجد الكبير في ذكار إن نتنياهو تعتمد سلطته وبقائه السياسي على هذه الحرب، مشيرا إلى أنه مستعد للسير فوق آلاف الجثث ليبقى رئيسا للوزراء ومن أجل ألا يواجه العدالة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين. وأضاف جيش الاحتلال في بيان أن الجندي صاحب العشرين عاما سقط أثناء أحد العمليات، فيما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة في العملية نفسها، ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية. استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة التوبة بالمخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة وإصابة آخرين. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 40,691 فلسطينيا وإصابة 94,060 آخرين حتى الآن. طرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدر القردة للدول المتضررة من الأزمات بالتعاون مع تحالف اللقاحات جافي ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية. وجاء في بيان مشترك للمنظمات أنه يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى عام 2025 اعتمادا على القدرة الإنتاجية للمصنعين. وقال البيان أنه بموجب المناقصة ستبرم اليونيسف اتفاقية توريد مشروطة مع الجهات المصنعة للقاحات، وسيتيح هذا للمنظمة شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد تأكيد التمويل والطلب والاستعداد والمتطلبات التنظيمية.